السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في الشرح ديال اليوم اللي غادي نديروه لموقع كوانبوت. كوانبوت هذا الموقع اللي كيدعم لينا ثلاثة ديال العملات الشهيرة اللي هي البيتكوين، الدوكوين، اللايتكوين. وقبل ما نبدأ في الشرح بغيت نبين لكم الاثبات ديال السحب ديالي اللي درته تقريبا ثلاثه ديال المرات من هذا الموقع، حيث الاثبات ديال حيث السحب من هذا الموقع مسموح بالنسبه للدوكوين على مستوى 50 دوكوين، يعني وسحبت فيه انا ثلاثه ديال المرات. كما كتشوفوا معايا هذه العمليه هنايا هي ناقص 150 دوكوين فاصلة 300 ويندروال، ولا ما عرفتش نقرا بالانجليزيه دوك. ها هي مشات لهاد لادريس ديال الدوكوين هذه. كما كتجيو كتشوفوا معايا هذيك لادريس ديال الدوكوين هي هذه، هي نفس لادريس اللي صيفطت ليها، وهذا هو الموقع الرسمي ديال الدوكوين ديال لادريس. نشوفوا لي ترانزاكسيون هنايا، ها هي 150 كما كتشوفوا معايا هنايا 150.3892، اللي هو هاد العمليه ديال السحب اللي كنت توصلت بها. المهم راه كاينين، المهم انا درت منه ثلاثه ديال العمليات، هاد 150 وهاد 50 50، باش درت التجربه. دابا خليكم معايا في الشرح اللي غادي ندير بالنسبه لهذا الموقع، وبالنسبه اللي ما ابونيش عندنا فلاشيني تابونا ويفعل سير ويفعل زر الجرس باش توصل بالجديد، واللي مابوني عندنا يخلي لنا واحد اللايك للفيديو. نبداو على بركه الله. بالنسبه للموقع الطريقه ديال التسجيل فيه سهله، كتجي انا غنخلي لكم الرابط ديال التسجيل اسفل الفيديو. كتجي كدير ريجستر، كدير لادريس ميل ديالك، كتختار الباسورد، كتعاود تكونفيرمي الباسورد ديالك، كتفيريفي الكود ديال الكاباتشا، كتاكسبتي على لي كونديسيون ديتيليزاسيون، كتسجل كدير ريجستر، كتوصل بواحد الرساله عبر الميل ديالك للتاكيد، كتاكد التسجيل ديالك. على بركه الله ها انت بديتي التسجيل. كما قلت لكم الموقع انا سحبت منه، وانا بينت لكم السحب ديالي اللي توصلت به. دابا الطريقه ديال الاشتغال ديال هذا الموقع، كيدعم لينا هذا الموقع خمسه ديال المواقع اللي هما هادو: هذا الموقع الاولاني، الموقع الثاني، الموقع الثالث، هذا الموقع الرابع، هذا حتى هو ديال البيتكوين، هاد الجوج، وهذا ديال اللايتكوين، وهذا ديال الدوكوين، وهذا ديال البونيس بيتكوين. بالنسبه لهاد المواقع هادو الطريقه ديال الاشتغال فيهم سهله، يعني باش غادي نشتغل بحال ملي كتسجل في الموقع ديال كوانبوت كما كنشوفوا هنايا. كتجي ملي ندير لكم هنايا، نفتح النافيغاتور واحد اخر باش تشوفوا العمليه كيفاش كدوز. يعني ملي كندخل انا للسيت ديال الفوسيت، يعني اللي كيعطيني الربح، اول حاجه كنجي كندير العمليه ديال التسجيل، كنتسجل بلادريس مايل، كنتسجل بنفس لادريس مايل اللي داير في الموقع ديال كوانبوت، وكندير باسورد، كندير باسورد عاده، كنمشي يعني ملي صافي كيبقى التسجيل ديالي هو هذاك. بالنسبه للموقع الثاني ما كنحتاجش نتسجل فيه، ما كنحتاجش باش نتسجل فيه، يعني كنجي اون فوا اوتوماتيكمون كندخل ليه. المواقع الاخرى بنفس الطريقه هكذا، اون فوا كندخل ليه هنا كما كتشوفوا، بليز اونتغيور كوانبوت مايل ادريس، يعني كندير غير لادريس مايل اللي تسجلت بها في كوانبوت، كندير سين ان صافي، وكنبدا العمليه ديال الاشتغال. العمليه ديال الاشتغال سهله وسهله بزاف كما كتشوفوا معايا في هذا الموقع الاولاني، هو انني كنقوم غير بعمليه ديال ادخال ديال الاكواد ديال الكاباتشا. بالنسبه للبونيس بيتكوين كيعطيني الاكواد ديال الكاباتشا كل 15 دقيقه كندخلهم، وتقريبا الاغلبيه كيعطيني 16 ساتوش. كليم فايليد كاباتشا انفاليد، كندخل غير الاكواد ديال الكاباتشا كل 15 دقيقه، يعني الكاباتشا كل مره كيفاش كيعطيها ليا، يعني انا حيت خدمت النهار كامل بزاف كيبحال لي كيصعبوا شويه ديال الكاباتشا ملي كتخدم النهار كامل بزاف. هانتوما كما كتشوفوا يو هاف ريسيفيد 18 ساتوش ايزنا 555 كيعرفوا. كنجي للموقع ديالي كوانبوت وغادي نشوف في البيتكوين هنايا، غادي نلقى هذيك 18 ساتوشي دازت. هانتوما كما كتشوفوا معايا ها هي بونيس بيتكوين 18 ساتوشي ها هي دازت، يعني ما كايناش شي حاجه اخرى. نجي للداشبورد ونشوف ها هي 18 ساتوشي ها هي اللي دازت. الموقع الثاني حتى هو منين كنتسجل فيه كندخل غير لادريس مايل هذه عندي، كل السحب فيهم كل 5 دقائق كندخل كندير كليم ناو، طبيعه الحال كيطلعوا الاعلانات حيت هما اللي كيربحوا منهم، كيتفتح لي في باج واحده اخرى. غادي نجي كنقوم بعمليه الادخال ديال الكود ديال الكابتشا، انا قال لي اختار الطريق، نختار لهم الطريق هذه هنا باقيه لي هذه حتى هي على ما اظن، صافي كنفاليدي صافي ها هي دازت. هذاك الشيء اللي كان واقيلا هو 0.16 هذا دوكوين، يعني ملي غادي نجي غنأكسياليزي هنايا غادي نلقى هذاك المبلغ ديال الدوكوين داز ليا، ها هي 28 دوكوين. بالنسبه للموقع ديال لايت كوين هو هذا عاوتاني، حتى هو كان نفس العمليه كندير، كنقوم بالعمليه ديال ادخال ديال الاكوا ديال الكاباتشا فقط لا غير. هو كي هما الاعلانات كيكونوا مزعجه شويه كيخصك تصبر وصافي. نقوم بالعمليه ديال ادخال ديال الكود الكاباتشا بالنسبه للايت كوين، هنا 369 كاينة السيارة، وما بان ليا شي طوموبيل خصني ندخلها، هادي باقا هنايا
كنبقاو مع العمليه صافي غادي يدوز ليا 370 370 370 هي دازت. غادي نجي هنايا انا اكتياليزي لاباج غادي نلقاها دازت مازال ما دازتش من داكم. لا هي اصلا مازال عطاني نعاود. المهم طريقه هاد العمل هي هذه كما وريتكم يعني راه سهله بالنسبه اللي بدا المره الاولى راه غادي دوز ليه سهله. انا حيت كنضل النهار كامل وانا خدام فيه داكشي علاش كيبداو هي دابا كنظن دابا غدوز هي دازت دابا 371 هي ام لايت كوين هما راه عطاوني اكثر 383 حيت هو كيعمر على حساب الوقت. دابا الميزه اللي مزيانه في هذا الموقع هو انه كيعطيني هنايا الا بغيت نحط كيعطيني كيمنحني ثلاثه ديال المحافظ الالكترونيه كيمنحني المحفظه بالنسبه للبيتكوين والمحفظه بالنسبه للدوكوين ومحفظه بالنسبه لللايت كوين. يعني كنجي هنايا هذه هي المحفظه ديال الا بغيت نحط شي حاجه عندي كناخذ هاد لادريس كنكوبيها كناخذها. بالنسبه للخاصيه الاخرى اللي كيمنح ليا هي ديال الدفع الا بغيت ندفع الحد الادنى للدفع في البيتكوين هنا الماكسيموم كنختار هنايا يعني كندفع كنختار هنايا كندخل لادريس اللي بغيت نصيفط ليها الا بغيت نقوم بعمليه ديال الدفع. واللي الخاصيه اللي مزيانه هي كونفيرتر تو بيتكوين يعني هنايا تقوم بعمليه ديال التحويل. بحال دابا غنختار واش نحول الدوك كوين ولا اللايت كوين. هنايا كنختار التحويل للعمله الاخرى اللي بغيت ندير ليه وكنختار هنايا المبلغ اللي بغيت ندير. بحال انا ندير ماكسيموم يعني هذا الشيء اللي عندي ديال لي بيتكوين غيعطيني 21 دوك كوين. وكندخل هنايا المود باس ديالي اللي غندير وكندير كونفيرت صافي ها هو داز وكيدوز كدوز العمليه بنجاح. دابا الجديد في هذا الموقع هو هاد مين بيتكوين الطريقه ديال التعدين ديال البيتكوين. هاد مين بيتكوين تزادت بالنسبه للدوك كوين واللايت كوين كما كتشوفوا هنايا مين وكما كتشوفوا هنايا مين كما كتشوفوا هنا يمين يعني التعدين السحابي ديال العمله الالكترونيه. يعني العمليه سهله يعني حتى الا ما كانش انت بالمقدور ديالك انك تشتغل الدور على هذه المواقع هادو انا نخليه لكم اللي كتشتغل معاه نخليه لكم اسفل الفيديو. يعني الا ما كانش عندك الوقت بانك باش تخدم تشتغل على هذه المواقع هادو يعني كتجي وكتختار التعدين السحابي المجاني. الا كان عندك حاسوب اي 3 ولا اي 5 ولا اي 7 يعني الا كانت قداش ما كان الكارت جرافيك مجهده قداش ما غادي يكون المدخول ديالك جيد. يعني كنختار هنايا التعدين السحابي هو كيعطيني اوتوماتيكمون يعني الا ما كنتش انا غادي نشتغل في الحاسوب يعني كنختار اقوى استعمال ديال البروسيسور ديال كارت جرافيك صافي كندير ستار مينين صافي وكنخليه هو كيبقى كيشتغل بهذوك لي هاش اللي كيتسماو يعني دوك المعادلات اللي كيكون لينا ديال العمله وكيدوزهم ليا للموقع ديالي كل 5 دقائق. هذا التعدين السحابي باش نوريه لكم هنايا في الستوريك هو راه دوز ليا ها هي مينين ايرنين ديال لي دوك كوين ها هي في 5 دقائق شحال دوز ليا ديال الدوك كوين يعني كتخليه يشتغل هو راسو وكيدوز لك. هذا هو الشرح اللي كتحتاجوه في هذا الموقع ديال كوين بوت اللي كيشتغل مع 5 ديال المواقع. وكما قلت لكم قبيله في الفيديو السابق اللي شرحت في الموقع ديال فوسيت هيب يعني انك هاد المواقع كيمنحوك القليل وانما السعر ديال العمله مستقبلا غادي يرتفع. يعني ولا بغيتي تجمع الكثير من هاد العملات الالكترونيه يعني راه الكفايه هو انك ما تشتغلش على موقع واحد هو انك تشتغل على عده مواقع في نفس الوقت. هذا الشيء هو اللي كاين في هذا الفيديو. المهم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد اللايك وواحد الاعجاب باش نزيد نقدموا لكم هذا الشيء اكثر. انا هذا الشيء حسب لي بزاف ديال الناس مشتغلين عليه وجامعين فيه ورابحين يعني وغاديين واصلين يعني يعني علاش حتى حنا ما نشتغلوش ونبداو يعني وتخليه انت ما غادي تخسر والو يعني ربما مع الوقت غادي تدخل شي حاجه تولي عندك مستقبلا تولي ساويه الثمن. كما كتشوفوا دابا راه العملات الالكترونيه في تزايد مستمر. انا كنهضر معكم ومستغل الوقت كندخل هذوك لي ساتوشيات اللي عطاوني يعني البيتكوين ولا هاد العمله الالكترونيه يعني راه في تزايد مستمر باستمرار. يعني الواحد ما يستغل الفرصه ويخدم ويشتغل يعني انت ما كتخسر والو. يعني راه الا بغيتي دير التعدين دابا اوتوماتيكيا في الدار عندك الفيديو اللي دار امير راغب يعني راه بصعوبه باش تقوم بالعمليه ديال التعدين من استهلاك الكهرباء وبزاف ديال الحوايج وبالنسبه للاجهزه وكذا. يعني ربما كاع الا بقيتي جالس تخلي الحاسوب ديالك كيشتغل ودير التعدين السحابي. هذه هي الخاصيه الجديده اللي تزادت في كوامبوت. المهم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا بواحد اللايك وحد موفق لكم كامل.